شجار مسلح بين طبيب وصاحب مولدة على الكهرباء ينتهي بمقتل أحمد الصيدلاني. طلقتان بالرأس أسقطتا أحمد قتيلاً بعد مواجهة مسلحة حدثت بين مدير مستشفى وصاحب مولدة أهلية بسبب إطفاء خط المولدة في منطقة حيتونس ببغداد. ورواية الحادثة بحسب عائلته كالتالي: طفل عمره 4 سنين آدم دمروا الله يوفقه. مدى صدق أخويا ما تفجأ، أخويا أبو آدم الصغير المظلوم المغدور الشهيد، ما تفجأ ما ندريش ليش زين ليش تسوى شنو ذنبه. رحل أحمد تاركا خلفه طفلا لا يفارق صورة والده، ينظر وهو لا يعي أنه ينظر إلى أبيه صورة لا واقعة. أما عائلة المغدور فتطالب من الجهات الأمنية بالقصاص العادل سريعا بحق من قتل ابنهم. أريد حق أخويا يرجع، أريد دمه، أريد ما أعرف جيبونا حق أخويا وابنه. ابنه اللي يتيتم يعني ما ينام للصبح، ما ينام، يريد بابا. نطالب بإلقاء القبض على كل اللي كانوا الطرفين اللي كانوا سبب هاي المشكلة ومحاسبتهم قانونية. انتهت حياة ذي 33 عاما، وبانتظار انتهاء التحقيقات من قبل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة، ضحية جديدة تضاف لقائمة ضحايا النزاعات المسلحة والسلاح المنفلت، قائمة لا ملامح لخواتيمها على ما يبدو. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.